أمو، وبتجيب لي رطل موز ورطل تفاح ورطل عنب إذا لقيت، ولا تنسى الحلويات اللي وصيتك عليهم. ولشو كل هالشي يا أمو؟ جيب مثل ما عم قلك. أمرك أمرك. ولا تتأخر، النسوان ما بقى إلا يجوا. ها لا ما رح أتأخر. بدك شي تاني غيره؟ يا أمو دلال لسه بدنا شي. جميلة عم تقول قال ناقصنا توت شام. ليش خايف؟ مالي خايف. إلك عم تحرك خلصني. فوتي فوتي انتي لجوا وسكري لي هالباب، لسا الناس رايحة جاية. فوتي. الواه الواه رعبتني والله. خلي هذا عندك هلا. يا رب يا رب ما يكون معتز بالبيت، ما بدي أعمل معه بلا. شو عم تعمل هون قدام الباب ولا؟ لك شو عم تعمل هون قدام الباب؟ لك احكي. بدي اطلع، بدي اطلع. لوين بدك تطلع؟ بدي اطلع على السطوح. شو بدك تعمل على السطوح؟ لك احكي. بدي ركب المزراب. ليش هلا ما ركبته؟ لا والله ما ركبته. وليش لهلا ما ركبته ولا؟ ليش لهلا ما ركبته؟ ما شفت هذيك المرة. استناني هون. حاضر. دير وشك هذاك الناح. أمرك أمرك. وين كون؟ يا مو يا مو. لحدا يطلع على أرض زيار. ليش رجعت لك ابني؟ ما في شي يا مو، ما في شي. هذا جارنا أبو بدر بده يطلع يركب هذا المزراب البطيخ المسمير. وضروري هلا يركبوا، انا جاييني من نسوان. شو علي يا مو؟ معلش هلا بيركبوا، بساعد زمانه بيخلص. يلا فوتوا لجوا فوتوا. العيب سرقوا هو ومرته. يا مو جميله لا تطلعي من الاوضه. وانتي دلاء شو صار معي؟ هي مو ليكني رح اخلص. يلا عمي خفية. اضرب انا الحظ. قديش بدك تركيب المزراب؟ شي ما تنسي ربع ساعه. ربع ساعه كتير. أنا معلم تركيب المزاريب. عمل لك كتير. لأن بدك دقيقة لحتى تطلع على الدرج. عسلهم على البطيخ. وبدك تنزل. يلا حاجتك 10 دقايق. يلا روح. حادث سيد معتز. أوام. أبدر. تعرف إنه جيرتك كلياتها ما لا عجبتني وجاي على بالي بدلك بجار تاني؟ طول بالك سيد معتز، بدك تتحملني، بدك تتحملني. شو بدك تعمل يعني؟ أنا جاركم ولحمكم ودمكم. يعني كل هالحارة بتعرف أنا من وقت ما خلقت أنا موجود بهذا البيت. حتى اسأل أمي الله يخلي لك إياها، اسأل فوزية. يلا روح من خلقتي، روح على شغلك درمي. حاضر سيد معتز. حاضر. شو قصده معتز إنه مو عاجبته جيرتنا وبده بدلنا جيران تانين؟ قولي على قامتك يا فوزية. أحلى معتز يشتري البيت، والأحلى من هيك إنه أبو بدر يبيعه. يا أخ من هيك رجال. أخ 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 منك يا أبو بدر لو تقدر توقفهم عند حدهم. ليش لا؟ لك أبو بدر رجال ونص وبيوقفهم عند حدهم وزيادة. أنا بفرجيكن، أنا بفرجيكن يا بيت أقصام. لك يا مو شو صار معه؟ رح نختنق بالمطبخ. يلا يا مو يلا. ولك شو صار معك ولك أبو بدر؟ لسه ما خلص تركيب البطيخ ولا؟ يلا يلا راح اخلص. تكي واحدة سيد معتز، عندك وساية. الله يجيبك يا طولة البال، الله يجيبك يا طولة البال. يا مو يا مو معتز، إذا بدك أنت روح على الدكان. لك شو روح يا مو؟ شو روح؟ وهالزغبة اللي فوق. لك يا مو نحن ما رح نطلع حتى يروح. لا مالي رايح، مالي رايح، قاعد هون، مبلط له هون. إيه مثل ما بدك يا مو، مثل ما بدك. لك شو صار معك؟ كوساية تانية سيد معتز، كوساية تانية. كوساية تانية. ويلا وين راح هذا؟ وين
السلام عليكم. علي عمي ابو صلاح. ها الله لا كان جاب الغلا. وينك لك اخي؟ وينك؟ كنت عم جيب اغراض لامك مشان العزيمه تبعها. طيب ليش تاخرت؟ إيه لانه قومت اغراض ما خلت شيء ما بدها اياه، حلويات وفواكه وبزورات. ايه معلش امك بتحب الواجب. ايه بس مو بهالحاله اللي نحن فيها لك عصام. لك اخي الناس رح بتقدر شيء اللي عم نساويه مشان نستر اختك دلال عن جوزها شبنا ولو فوت. وانا جاهز. ابو غالب انا كفلانه ورقبتي صدقتي. كفو ابو النار كفو. شو راي الرجال؟ من بعد اذنك عبيد. تفضل ابو حاتم تفضل. اخي ابو النار شلون يعني بدك دكانة اب سمير الحمصاني لابو غالب؟ هي ما فهمت اشرح لي اياها. ايوه استئجار يا ابو حاتم استئجار. الرجال معلم بشغل الفول المدمس والحمص. ما احسن دكان ما مسكره بينتفع منه هو وعيلة ابو سمير الحمصاني رحمة الله عليه. عيش خير الاصحاب ما دلك على الخير. الله يجزيك الخير يا ابو النار. من بعد اذنك سيدنا الله يخلي لنا اياك اسمح لي احكي كلمتين. تفضل ابو حاتم تفضل. شوف ابو النار انت عقيد حارتك وعلى العين والراس وما بترد خايب، بس هي شيت انه ابو غالب يجي يستاجر دكانه ابو سمير الحمصاني ويشتغل فيها فهي مو بالوارد بنوب، وانا عن نفسي بقلك انه مالي موافق فاعذرني. بعد اذنك عقيد انا من راي ابو حاتم مالي موافق. وانا كمان مع جاري ابو حاتم واخي بشير. بقدر بعرف ليش ما بدكم ابو غالب يستاجر الدكان يا ابو حاتم؟ نحن ما بدنا ناجرها لا له ولا لغيره، بدنا نخليها واقف لحتى يكبر اولاد ابو سمير الحمصاني وساعتها هني احرار فيها. بس من هول ليكبروا فرجوا رحمه يا ابو حاتي. معليش من بعد امرك ابو النار بدنا نخليها مسكره وما بدنا ناجرها لحدا. يا جماعه لا تكونوا زعلانين منه لانه لا ابو النار لا، هديك اكل عليها الدهر ونسيناها. ابو غالب عمل اللي بيقدر عليه، بس هي بدك تسمح لي فيها لبينما افهم من الاعضاوات ليش ما ترضيه. ايه انتو حرين اخي. وين ابو النار؟ عود كمل كاسة الشاي تبعها. لا تواخذني عقيد عندي شغل. السلام عليكم. الله معك. مع السلامة. شو القصة يا رجال؟ انتو ليش معارضين انه ابو غالب يستأجر دكانة اب سمير الحمصاني؟ اهلين بالعقيد ابو النار. شرف جابك كاسة شاي يا اخي. شبونا تعرفيني وقالب خلقته سيدي. شو وقفوا لهالواطي قدام بيت ارملت الحمصاني؟ ما بعرف يا ابو حاتم. ان بعض الظن اثم، حرام الظن بالناس. والله انا هذا اللي شفته بعيني شيخي، وابو بشير صار عنده علم من وقت ما شفت ابو غالب قدام بيت ابو سمير الحمصاني. احكي يا ابو بشير. مزبوط انا عرفت من اخي ابو حاتم، بس انا لهلا يا جماعه مالي متاكد من قله شرف ابو غالب. هو شيت انه مأزي بس انه قليل شرف هي جديدة. يا عقيد هو صحيح نحن ما بنعرف عنه الا انه رمى بلا وفتن، بس وقفته قدام بيت الارملة طيرت عائلاتي. شو وقفه قدام الباب والحارة فاضية؟ ايه بس لازم نتأكد يا ابو حاتم. شيخي نحن قلنا بالظاهر، اما الدواخل ما بيعرف الا الله. مزبوط هالحكي ولا لا عقيد؟ انتو هلا خلوه عم يسترزي بالحارة، بس راقبوه أول ما تشوفوا شي عليه غلا حطوا رجلكم بظهره والحشوا برات الحارة. والله أنا من جهتي بدي ضل عم راقبه، لأنه بصراحة الفار لعب عبي وما عاد أمن له بنوب. خير ما بتعمل أبو حاتم. وأنا من جهتي ما عاد خليه واقف قدام باب دكانتي أبدا لحتى أعرفه بريء من كل الشغل. عتز هاي